انتر ميلان يوفنتوس، يوفنتوس انتر ميلان في ملعب اولمبيكو روما، هناك في روما الملعب الاولمبيكو بابكر. نعم نعم، شوف الدوري هذا كان من امتع الدوريات يعني. كنت ما ذكرته قبل شويه انه عدم بس يعني خلى الناس بقت ما تتموا كثير، لكن الدوري الايطالي يمتلك لعيبه على مستوى عالي، يمتلك امكانيات عاليه جدا، رغم انه مستوى الدوري يعني بعتبر الدوري الايطالي هبط له 3 4 سنين، مستوى ما الدوري الايطالي بنعرفه قبل 7 8 10 سنين، حتى في الهروم في البطولات الشامبيونز ليج، في كاس الاتحاد، في الاوروبي، في كاس الاوروبيه، في رغم ما تشري قدام، ما عرفنا الموسم السابق روما وصل النصف النهائي وطلع من مانشستر يونايتد، لكن الانتر طبعا هو فايز بالدوري الموسم السابق يعني اللي هو مع والان الظاهر هو الان المتصدر او الثاني تقريبا في الدوري الايطالي حسب معلوماتي، لكن يوفنتوس فريق ما مستواه ما بيعجب، رغم انه اليوم انا سمعت امس واليوم جدد المدرب حقه ثاني عقد المدرب، برضه بيكون له اثر دافع للمدرب في الحماس وفي الفوز، لكن انا بعتبر ان هي اقرب للانتر من يوفنتوس اليوم، اقرب للانتر يعني. اذا ترى بابيكر طبعا انا مسميه صاحب الترشيحات القويه او الاخطبوط المشهور بتاع بول ماشي. طيب بابيكر دار تسجيل هالاند في مانشستر سيتي، المهاجم الضجه اللي اثار كل المتابعين كانوا متابعين، لكنه الان تم اعلان رسميا تسجيله في اللي حتى عام 27. نعم نعم، هو شوف السيتي فريق من ناحيه خطوط الدفاع على الوسط يمكن يكون من اول فرق، كنا دائما ننتقد ما السيتي ما عنده راس حربه صريح، يعني تحس بانه راس حربه كان صريح زي الفرق الثانيه دي، لكن هالاند رغم انه هو يعني ماخذ شهرته في هو جاء من دوري الالماني، الدوري الالماني هو الفرق مع كان مع الفرق الثانيه دورتموند، دورتموند، فهالاند عمره واحد تقريبا عمره 21 سنه لسه صغير صغير نعم. ايوه وشوف يعني انا مفتكر مدرب لاعب اختار زي وشوف انا حسيت بغردوله البسمة على وجهه في تسجيل نعم في محياه مبسوط يعني مبسوط تحسه مبسوط يعني هو زي كان فاقد حاجه معانا لقاء وجدها في اللاعب ده، وشوف لدرجه انه لاعب عمره عقد 5 سنين.